خلينا سلمى نروح لفقرة كمان كتير مهمة ومنكمل علاقتها بالأطفال يلي مثل ما بدينا بالأمراض أو حتى الإنتانات البولية. رح نكمل اليوم بشي يمكن متعودين الآباء أو حتى الأمهات، هو السكريات والحلويات. بيعطوهم لأولادهم مثل المكافأة أو حتى نوع من الدلال والتعبير عن المحبة من قبل الأب أو حتى الأم أو حتى الوسط المحيط. ومن أخطر يعتبر إذا بدنا نقول المشروبات الغازية وقديه بتحمل له من يمكن مخاطر على صحة الطفل. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وعن البدائل الممكنة اللي ممكن تتقدم للطفل مع الكيميائية براءة حداد. صباح الخير براءة، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. صباح الخير. خلينا نبلش من هذا العنوان العريض، الأكلات الطيبة مثل ما نحن بنقول عنها بالعامية، هي المكافأة الأجمل للأطفال بمختلف الأعمار حتى يمكن للكبار. يعني حتى نحن بنكافئ نفسنا بشيء اسمه الأكلات الطيبة. قدي ممكن يكون في أنواع من هاي الأكلات إلى تأثيرات سلبية جدا على جسمنا وخصوصا للأطفال؟ صحيح، منقول بالنسبة للأطفال والجميع صباح الصحة والسلامة. فعلا ما فينا ننكر كلمة الأكلات الطيبة وتداولها لكل الفئات العمرية. يمكن ما بنصدق امتى يكبر الطفل كم شهر لحتى نبلش نعطيه هدول الأكلات، بس هيك لحتى نقول انه خليناه ينبسط شوي. لكن للأسف نحن ما بنعرف مضارة على مر الأوقات، ان كانت هي تراكمية او آنية بنفس الوقت. اليوم الأكلات الطيبة يمكن ثورة في عالم الصناعات الغذائية. إذا بدي أحكي على أنواعها، أكثر من آلاف الأصناف من البسكوت على اختلاف أنواعه، ويمكن اليوم تتسابق الشركات بتفصيلات كتير صغيرة بالإضافات الغذائية تنضاف للبسكوت وغيره. ننتقل للنقطة الثانية، الشيبس اللي هي المقالي، وفي منها يعني بينكتب بطاطا طبيعية، لكن هي لا، حتى لو كانت بطاطا طبيعية كمان المضافات الغذائية اللي بتنضاف لها هي المشكلة الأكبر. أنا مو مشكلتي بالبسكوت اللي هو الدقيق، ولا مشكلتي بالبطاطا اللي هي البطاطا الطبيعية. نحن المشكلة بالإضافات اللي عم تنضاف اللي هي عم تعمل لي هذا الضرر اللي هي نحن بنحبها تماما 100%. اليوم ما في طفل ما بيفهم بنكهات الشيبس، بيقول لك نكهة خل أو الشيبس أو الجبنة أو غيرها. اليوم هاي المواد تدعى المضافات الغذائية، صرحها من قبل منظمات عالمية، منظمة الغذاء العالمية الـ WHO، الفاو منظمة الزراعة والغذاء العالمي، كودكس اللي هو الدستور الغذائي المسؤول عن وضع المواصفات الغذائية لأي منتج غذائي ولأي مادة أولية تدخل في عالم الصناعات على حد سواء. اللي أحكي عن الأضرار، أولاً إذا عم نحكي على موضوع السكر، بما أنه دائماً إذا بدي أحكي على الأمراض اللي بتصيب العصر، هي مرض السكر رقم واحد. عدا عن مخاطره على سبيل الجسد، نحن في عنا مخاطر بنعملها بشكل يومي، لكن للأسف منفكر أنه أنا أكلت هاي الأكلة ما في مشكلة آنية. نحن ما بنعرف أنه بس عم نراكم بالكبد. مشكلة هاي الأكلات للأطفال وللفئات العمرية الكبيرة أنه بتسبب لي الإدمان من غير ما أنا أعرف. بصير الطفل اللي بده اياها بشكل يومي، صبح ظهر مساء، ونحن ما عندنا رادع. النقطه الثانيه، معظم شرائح المجتمع ما بتعرف انه انا السكر يلي بضيفه لكل انواع الاغذيه الصناعيه اللي هي مثلا بسكوت وشيبس وغيره، ما بيعرفوا انه هو سكر صناعي وليس طبيعي. يعني نحن السكر الطبيعي، سكر المائده اللي نحن بناكله ببيوتنا هو السكروز، معروف سكر العنب، بينما يلي مضاف للبسكوت والشيبس والشوكولا المعلبه والمواد الثانيه والمشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه، هدول اكثر خمس اصناف حاليا بتلاقوها بكل الاوقات وخاصه بالصيف، هي عباره عن محليات صناعيه، مواد كيميائيه بحته. شو بتسبب له للطفل؟ اولا قد شهيه، يعني اذا الطفل بياكل بسكوت بقلب النهار مستحيل يقعد على وجبه غدا ياكلها، ما فيك تقنعيه. اذا عم يشرب مشروبات غازيه او مشروبات طاقه، ما عاد انا فيني اقنعه بعصير البردقان الطبيعي او بكاس الحليب اللي هو كله كلس ودسم لإله. النقطة الثانية، عدا عن انه قطعت شهيته عن الاكل، بتسبب له فرط نشاط، يعني الحركة يلي بيعملها لدرجة انه هي مزعجة، فهي عملت له ردة فعل بالجسم. ليش؟ لانه انا عندي كالوري، عندي سعرات حرارية اختزنت بجسمه، شلون بده يعملها؟ نحن بنقول له حاج اذى. كلمة حاج اذى او حاج هي الحركة السبب بالنهاية تماما.
تماما 100%. فهي احد اهم خلينا نقول الاكلات يلي بياكلها الطفل، وللاسف هي اهم مخاطره اللي بتسبب لي فرط نشاط الحركه مع تراجع بالقدرات العقليه على مر الاوقات، لانه للاسف السكريات هي احد اسبابها. طيب براء، اليوم كثير منتشره مثل ما قلنا الاكلات الطيبه، ومثل ما بديت كلامك قد هي ثوره بعالم الصناعه. طيب اليوم كيف فيني انا اقنع طفلي مثل ما قلت بكاسه الحليب او بعصير البرتقال يلي ممكن انا اعصر له اياه بالبيت، وبعرف قديش هو نظيف وصحي بالنسبه له، قد ايه فيني اقنعه بهذا الشيء؟ صحيح، نحن دائما بنقول الطفل ابن بيئته. انا اليوم لما ابني بالبيت شوفني اشرب مشروب طبيعي او عود حالي على نظام صحي غذائي متوازن ببلش فيه من فترات الصباح حتى المساء، لما بيشوف اهله متعودين على شرب الحليب واكل البيض الطفل بده يقلد. لما بقدر اقعد مع الطفل وبوعيه بهذا الكلام الصحي على مساوئ البيض، شلون بيسوس الاسنان، شلون بيعمل في 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 اهالي بتخوف اولادها انه شلون بيعمل لهم للاطفال شحوب بالبشره. انا مجرد مجرد ما بلشت تعودوا على هاي القصة وتعلم مني هدول القصص أكيد رح يتعلموا، هو اللي رح ينردع. النقطة الثانية، اليوم نحن بفصل الصيف قدام أكثر من 30 صنف من الفواكه والخضروات، البديل كتير يعني خلينا نقول لك كتير سهل ومتواجد في كل منزل. كلياتنا بنعرف انه موسم دراء وتفاح وفريز والبردقان، انا مجرد ما عملت له ياهن على شكل شرحات وعطيته ياهن اخذهم على الروضه او على النشاط الصيفي يلي رايح، انا بقدر ارادع. النقطه الثانيه، انا بدل ما الجا للسوق وخليه ياكل بسكوت وغيره، انا بعمل له قالب الكيك عندي بالبيت. اقل ما يمكن، انت اذا بدك تعملي قالب كيك بالبيت فيك تضيفي محلي طبيعية من عندك، بدل ما تحطي السكر الصناعي فيك تحطي السكر الطبيعي بنسبة بسيطة، أو في ناس استغنت عن السكر وصارت تحط العسل أو المربى وبنسبة كتير قليلة. فأنا البدائل جدا يعني كتير متوفرة وكتير سهلة ورخيصة وما بتكلفني كتير. مجرد ما أقنعت الطفل بكأس الحليب اللي موجود عندي، بالحيوية اللي بيعطيني إياها، بالنشاط، بالذكاء، أدي هو بيفيد الجهاز المناعي، أدي هو فيه نسبة كل عالية لتقوي العظام، أنا قدرت أقنع الطفل بهي القصص. طيب خلينا نحكي شوي عن شغلة الكل بيحبها بشكل عام وما كتير بنسمع عن أضرارها، ولكن منك رح نعرف إذا فعلاً الأضرار أو لا. الشوكولا، يعني هلأ بنشوف كتير موجود شوكولا معلبة، شوكولا برطمان، صار في أشكال متعددة، وبيقولوا الشوكولا مفيدة بتبعث على السعادة، كبار وصغار بيقدروا يأكلوها. مدى صحة هاي المعلومة، وهل فعلا في بعض أنواع الشوكولا المعلبة إلى آثار سلبية على الأطفال؟ صحيح صدقا، يمكن إذا الناس بتمتنع، يعني أنا بعرف عيال امتنت أنه ما بقى بدنا نجيب كتير حليب، خلينا نكتر شوكولا على الطفل. أساسية مثل الخبز عند كتير من العائلات، وللأسف هو خلينا نقول قوة التسويق بالعالم خلتنا نحن ننجذب لهي المعلومات الخاطئة جدا. اليوم الشوكولا أوكي كاكاو وفيها ممكن نسبة كبيرة من البندق، أنا ما عندي مشكلة بهالمادتين، الكاكاو يلي فعلا هو بيغذي السيالة العصبية وبيعطيني بيرفع نسبة الذكاء، لكن للأسف الإضافات الثانية يلي موجودة. أنا بحب أقول لكل الناس إنه يلي بيعملوا يومياً صندويشة الشوكولا لادون، في عيال عم تعملها مرتين الصبح على المدارس أو على النشاط اللي رايحة عليه، والمسويات إنه مشان يتنشط الولد. هي من أكبر الكوارث، وللأسف هي خلينا نقول ما عندي هذا الوعي أو النضج أو ثقافة المستهلك اللي موجودة. بحب خبر، ما في علبة شوكولا في العالم إلا اللي بينضف لها زيت نباتي أو نسميه نحن السمن النباتي، اللي هو مسؤول عن أمراض الجلطة والمسمية العصيدة الشريانية بالعالم. للأسف الشوكولا ما بتلاقي تحذير عليها، بياكل الطفل يلي عمره سنة، بياكل المسن يلي عمره 60 و65، حتى الناس اللي مع أمراض ضغط وقلب وغيره كله بياكلها. هاي النقطة، هاي من أهم النقاط، إنه ما عندي أنا تحذير، ما في فئة عمرية ما بتاكل الشوكولا. النقطة الثانية، عدا عن الزيوت النباتية الموجودة فيها زيت النخيل وأوليين وغيره، النقطة الثانية ما في نوع من الشوكولا إلا اللي بينضف له سكريات صناعية
وهون الكارثة للأسف. السكر الصناعي مثل ما قلنا بيعمل لي تراكم بالكبد، السمنة المفرطة لأنه بتتحول لدهون ثلاثية اللي بنسميها نحن الكوليسترول، بتزيد عندي نسبة الدسم. وكيف بتبين عندنا مدانة بنسبة كبيرة عند الأطفال 100%. إذا شو الحديث عن الكبار، الأطفال عندهم نسبة بداني مرعبة عم تماما يعني. بتلاقيها كتير متراكمة، الدسم النباتي كتير بيتراكم بمنطقة البطن والأرداف، حتى بتلاقي في أطفال إيديهم في عندها ترهل. هي بسبب الإدمان الزائد على موضوع الشوكولا والبسكوت والشيبسات، كلياتها فيها محليات صناعية. ننتقل لموضوع تاني، الملونات. بينضف لها ملونات إنه مشان تبين بهذا اللون الداكن. ما في نوع من الشوكولا أو الكاكاو بيعطيكي هذا اللون الا اذا انا ضفت ملون. خليني احكي عن الملونات، هي مواد كيميائيه بحته، نحن بنسميها من زمر النيتروزو او خلينا نقول زمر الازوت، يلي بتسبب تراكم في الكبد. مع الوقت بيصير عندي مشاكل الكبد ومشاكل بالمعده، وعدا عن الناس اللي عندها مشاكل بالربو ومشاكل تنفسيه. فللاسف هي من اهم المشاكل يلي بتصيب الاطفال وبتصيب الناس بهي الفئات العمريه. كمان دكتورة يعني في بعض الصور هلا ونحن عم حضرتك عم تحكي هي عم تمر على الشاشة عم نتفرج عليها، بعض الأنواع من هي الأكلات اللي هي بتعتمد على الملونات مثل السوس والحمضيات، السميري، البونبوني، هدول الشغلات يعني ما فينا نقول إلا الكل بيحبها. صحيح. البونبون الوار، بونبون بيطرقع بالتم، اختراعات وقصص كتير موجودة. هل هي كمان مضرة جداً؟ لازم نمتنع عنها من عم باتن ولا ممكن نمرق واحدة بالأسبوع؟ تمام، شوفي كلامك جدا رائع وبمحله، فينا نمتنع. اليوم أنا كحدا كيميائي ما فيني إمنع، ما بقدر أقول لك الناس ممنوع، هذا شيء خاطئ وغلط. حد بالمطلق 100%. لا، أنا بقول يجب الحد. أنا لما بعمل درهم وقاية، يعني مثل ما بيقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج، لما بعمل سيطرة أو هذا الكنترول على حالي، لا أنا بقدر أحمي حالي. لما بعمل بدائل صحية لي طبيعية بالبيت بيكون هذا الشيء كتير منيح. أما ردع أنا ما بقدر أردع، ما فيني إمنع الطفل من هدول الأكلات، لكن بقدر أعمل سيطرة وحد جرعة معينة. هحكي على هدول البونبونات اللي حضرتك تفضلتي عنهم. هدول البونبونات للأسف فوق ما عندهم محليات صناعية وملونات، في عندي مادة حمض الستياريك اللي بتنضاف لإلهم. هي المادة حمضية جداً ولاذعة، على قد ما بيأكل منه الطفل، عدا عن تسوس الأسنان اللي بتسببه المحليات، بتحسي إنه مرمر تمه، عدا عن المشاكل اللي بتعمله بالوقت مع المعدة. بتلاقي مثلاً بتلاقي هلأ التهاب الأمعاء جداً مدر، هي أحد أسبابها، لأنه الطفل للأسف ما بيكتفي بحبة وحبتين، بتلاقي بطول النهار كل يوم كل يوم كل يوم، هذا هو المسبب الرئيسي للأمراض اللي بتعملها. نقطة تانية، الملونات والمحليات بعد ما نحن بنعمل لها عملية الهضم وبتروح بتوزع في منها للكبد وفي منها للخلايا التانية، للأسف جدار الكليتين بتعمل لي مشاكل مع الوقت. نحن مع الوقت تسمعوا كتير ناس انه عندها صار مشكلة بالكلية بسبب هاي الأكلات. القصة يا جماعة ما بتبين من يوم وليلة، هي جدا تراكمية. ليش؟ نحن في عنا أكلات بناكلها بشكل يومي بنفتكرها كتير صحية، لكن هي للأسف ما بتبين الانعكاسات تبعها بكتير قصيرة، بدك وقت كتير طويل. لذلك مع الأيام بتلاقي شخص انصاب بالسكري، بتلاقي مثلا طلع عنده الضغط. الأمراض الأولى في العالم السكري وسرطان المعدة والكولون أحد أسبابها هي الأكلات. ولسه لو اتطرقنا لموضوع الوجبات السريعة كانت لسه هون مشاكل أكثر بتبين. فنحن مع الطفل، مع الطفل إذا بيتعلم من أهله الطريقة الصحية. ليش؟ لأنه الطفل ابن بيئته، لما بيشوف أهله متبعين نظام غذائي صحي وسليم مفعم بالخضار والفواكه، أكيد بيتعلم أكثر وبيمتنع وبيصير عنده هذا الرادع. براءة، نصائح أخيرة بتوجهيها لكل الأمهات يلي عم يسمعونا ويشوفونا اليوم، خصصت الأمهات يمكن لأنه هن الأقرب مع أطفالهم والولاد يمكن بيميلوا إنه يقلدوهم أكثر. صحيح. حبينا شو ممكن تعطينا نصائح وخطوط عريضة، ما بدنا حرمان كامل. صحيح.
شيء ما يأثر لبعيد. تمام، أول شيء مفروض أي ست بيت أي أم يكون عندها هذا المخزون الثقافي عن هدول الـ 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 الأكلات، خلينا نسميها مثل ما حضرتكم تفضلتوا إن الأكلات الطيبة. المخزون الثقافي لقلنا اللي موجود عنا بيساعدني بتوجيه النصيحة للطفل وكيف بعطيها بالوقت السليم. يعني اليوم طفل اللي عمره سنتين غير اللي بسن المراهقة، هدول الناس جدا حساسين لأي مادة مضافة للغذاء. خليني بس بدي طمن بشغلة، ما في مادة بتنضاف للأغذية إلا بتكون مشرعة لنا من الكوديكس ومنظمات الغذاء العالمية ومنظمات الصحة، لكن هي بتنضاف كجرعات. النقطة الثانية بتنضاف لأوقات إنه ما كتر منها، ما كتر من ما أعمل أخذ منها جرعات كبيرة تسبب لي الأذى. الأهم من هذا الشيء أنا شلون بدي إلها الطفل الغذاء الصحي الموجود عندي بالبيت، نوزعه على فترات النهار اللي هي إن كان فطور غداء العشاء. الأهم من هيك عوده على الشيء الطبيعي، إن كان حليب موجود عندي بالبيت، إن كان العصير الصحي الموجود. لما اللي بيشوفني أنا عم أشرب والأب عم يشرب وباقي أفراد الأسرة عم تشرب أكيد رح يشرب. النقطة الثالثة أنا أعتمد نظام المكافآت لحتى نشجع ولحتى نردع قدر الإمكان. كل الشكر لك براء وكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله يكون في هذا الوعي لحتى نحن نقدر نحمي اطفالنا من كل المشاكل اللي بتسببها هي الاكلات اللي يمكن ما كان عندنا هذا الوعي الكبير لها. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك ولوجودك معنا. اما هلا فرح رح ننتقل مباشره لموجز لاهم الاخبار.